مجدت شعبا بأكمله وبشرت بجديد العهد للعلني صيغت على أسس. سفراء المدارس في مسابقة الإلقاء يقدمون لوحات صوتية مبدعة. كان هذا ما يميز الحفل الختامي لمسابقة الإلقاء على مستوى مدارس مكتب التعليم بجنوب الرياض ومكتب العزيزية ومكتب السويدي، حيث أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بالنشاط الثقافي مسابقة فرسان الإلقاء. رعى الحفل الختامي مدير النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور أنور أبو عباه، وسعادة مدير مكتب التعليم بجنوب الرياض الأستاذ عبد الله بن سعد الغنام. الحقيقة نحن في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة النشاط الطلابي سعداء جدا، ونحن في هذا الصباح الثقافي المميز ونختتم الحقيقة محطات تكريم مسابقة فرسان الإلقاء على مستوى منطقة الرياض. ولله الحمد عدد المشاركين في التصفيات الأولية إلى أن وصلنا هذه المحطة الأخيرة تجاوز 10,000 طالب، ولله الحمد والمنة وصل إلى المرحلة النهائية قرابة 2,000 طالب، ثم أيضا أبناء الطلاب الذين كانوا هم الحقيقة المميزون منذ انطلاقة هذه المسابقة إلى هذا اليوم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد، وأن نراهم بإذن الله تعالى يمثلون هذا الوطن الذي قدم لهم الكثير، وأن يردوا له الجميل من خلال الحقيقة هذه الكلمة وهذه الفصاحة الذي تميزوا بها. بدأت المسابقة بتنفيذها داخل المدارس وبعد ذلك على مستوى المكاتب، وقد تأهل للمنافسة النهائية أكثر من 200 طالب على مختلف المراحل الدراسية. حققنا الأهداف المرجوة من هذا البرنامج وهو فرسان الإلقاء، فرسان الزمان والمكان، والذين تم الاحتفاء بهم اليوم. تمثل الأنشطة الطلابية جانبا هاما من الجوانب التي تحظى باهتمام كبير في التعليم، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه في تكوين شخصية الطالب وتنميتها. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على أني فزت بالمركز الأول على مكتب السويدي، وثانيا أشكر والدي لأنهم حفزوني وشجعوني، وثالثا أشكر معلمي. طبعا أشكر الله سبحانه وتعالى إنه جعلني أوصل لهذه المرحلة، هي المركز الأول على مكتب الجنوب، والحمد لله والمنة. وأشكر والدي ومدرسة المنهاج الأهلية ومعلمي على أنهم حفزوني وجعلوني أقف هنا وفي هذا المكان وأخذ شهادة ودرع تقدير من وزارة التعليم أو مكتب الجنوب، والحمد لله والمنة. أشكر ربي على هذه النعمة لأني أخذت المركز الأول على العزيزية، وأشكر والدي ووالدتي اللذان كان يحفزانني دائما، ومن ثم أشكر أستاذ عبد الله الحنيشل لتحفيزي وتدريبي لطيلة 3 أسابيع. في هذا اليوم نحصد حصاد مسابقة فرسان الإلقاء، وهذه أول مرة أشارك أنا، كان تفاعل جيد من الطلاب. أشكر مدير المدرسة الأستاذ تركي بن راشد العبد اللطيف. مواهب اجتمعت وللإبداع قدمت، فكان الحفل فاخرا بهم وزاخرا بإنجازاتهم. لقناة عين بدر الدوسري الرياض.